هو اول ما الطفل بيتولد اتفقنا انه لازم يفحص فحص اكلينيكي، يعني طبيب بيكشف عليه بايديه وبالسماعه وبيقلبه يمين وشمال ويحط ترمومتر في الشرج عشان يتاكد ان الشرج مش مسدود، وبيسمع القلب عشان لو في اي عيوب خلقيه او اي حاجه يقدر يكتشفها، يعني فحص دقيق وشامل من الطبيب الاطفال، كل دكاتره الاطفال عارفاه وبتعمله. في فحوصات لازم تتعمل لانه في حاجات قد لا تظهر بالفحص الاكلينيكي، اشهرها طبعا تحليل الغده الدرقيه، وده متوفر في مكاتب الصحه بتعمله ما بين 3 الى 7 ايام من العمر، بتاخد عينه دم من الكعب رجليه. بقى بنقول الكلام ده، الغده الدرقيه لو ما بتشتغلش كما ينبغي ممكن ما تبانش اكلينيكيا في الفحص، تمام؟ المعمل او التحليل يشخصها. طب ما خطوره هذا؟ لو ما تعالجتش من بدري هذا الطفل قد يصاب بالتخلف العقلي، لو اتاخر العلاج قد يصاب بالتخلف العقلي، وبالتالي كل الدول دخلت وحتى مصر مدخله اللي بنسميه نيونيتال سكرينينج، اللي هو هذا المرض تحليل الغده الدرقيه، ده يمكن اهم واحد. في بعض تحاليل لامراض اقل انتشارا زي بعض امراض الميتابوليزم، حاجه بنسميها البي كي يو، ده بيعملوها برضو في المعامل الخاصه احيانا.